الو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. مثل ما انتم شايفين حبايبنا، اليوم عندنا نزلت رويال البركان، اسلحه جديده معلم، ايش باللوز عندنا هذا الشوتجن حبايبنا، وعندنا السلاح الثاني اللي هو الجي 18 حبايبنا. طبعا هذا الشباب هذا حلو اوكي، ونزلوا عنه معلم السلاح، قول لي نزلوا عنه هذول كثير من الاسلحه عشان متواجده. او ماي جاد، الفمصات كلها موجوده هنا يا شباب. لا والله هذا صار في سكار. صراحه يا جماعه هذا الرويال جد شيء باللوز اوكي. عندنا هذا كمان الاهين، هذا بعتبر حلو 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 الصراحه، شيء نايس، شيء باللوز يا معلم. واصبر نشوف شو في كمان. عندنا هذا معلم، هذا من هذا للرئيس، يعني هذا الشيء الحلو شباب فيه، انه يعني فيه معدل اطلاق النار واثنين دقه. ايوه والله اوكي ليديز اند جنتلمان، شباب خلينا نقول بسم الله معلم، ما نطول كثير ونبلش الضرب بهذا الشكل. ليتس جو، هات لي شوف الوضع، هات لي شوف الوضع كيف راح يكون يا ساتير. اوكي اعطونا، اوكي جبناه بسبعة ايام، حلو تمام، كل شيء بسبعة ايام. طلع لي هذا كمان دائما، هذا حلو اوكي، هات نجرب ونشوف الوضع كيف راح يكون. ما شباب الشيء الحلو بذاك الجيت 19 هذاك 18 هذاك يا شباب، انه هذاك سلاح حلو للكلاس سكواد، يعني فيه مدى مرتب، فهمتوا علي؟ هذا بالنسبه للكلاس سكواد يا شباب، يعني للكلاس سكواد اول، او يعني مهمه كثير معلم اول راوند اللي هي معلم بتعرفوا يعني، فهمتوا علي؟ يعني هذا فيه مدى وذخيره، يعني شيء مرتب، يعني تضرب من بعد معلم باللوز. حلو، هات لنشوف الباقيه. ايوه في عندنا فمس هون، طلع لي هذا دائما معلم، هذا معقول؟ والله باللوز شباب جبنا هذا الايل، حلو كان ايل دايم باللوز حلو 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 صح يا جماعه. عن جد يعني بكل صراحه يا اخوان، الاسلحه الموجوده لهون، عندك السكار هذا معناه فيه ضرب اثنين معدل، شو بدك باللوز احسن مني؟ شو بدك احسن مني؟ عندنا هذا الشيء، هذا الفامس، يعني عن جد في كثير اسلحه حلوه يا جماعه، كثير بس كانه طول بالك. ولا شو هذا؟ ولا قنبله غير موجوده. الو في عندنا كمان، عندنا هذول، يعني هذول اسلحه كثير حلوه يا جماعه، هذول مثل ما انتم شايفين، هذول كثير حلوه. مثل هذا عندنا في مدى، في مدى هذا لانشر هون، فيه يعني جد اسلحه يعني معلم اتس اوكي ماشي حالهم جد، يعني عندك هذا السكار حارب عليه، هذا اللي حارب باللوز. حاول نجيب هذا كمان، هذا السلاح هذا الشيء اوكي. يلا خلينا نكمل نشوف. ويلي 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 ليه ليه؟ طلع لي هذا دايم باللوز، حلو كثير حلو يا شباب، كثير حلو. عندنا هون الحظ معلم وصل 73، يعني اذا الحظ 73 يعني معلم، يعني يا برو بليز حمبوك. اوكي يلا هي لازم يطلع لنا معلم، على الحظ 100 معلم اكيد بيطلع لك كمان 170 بطاقه يا جماعه. خلينا نشوف الوضع كيف راح يكون. ايوه اوكي، طلع لي مرة ثانية ايرون دايم هون، حلو اوكي. هذا هو يا شباب، خلص هي راح يطلع لي هلا هون بعد يصير حظ هون، بتعرف الحظ هون شايف معلم 84، لما الحظ 100 معلم خلص يعني الوضع تمام التمام. حلو هات لنشوف. وي 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 قول لي اطلع لنا هون كمان سبعة ايام، زعلت خلاص. اي لحظة شافت اللحظة، يعني انه فهمتوا علي؟ يعني لازم نجيبه، فهمتوا؟ لازم نجيبه يا معلم. ايوه هي هي، يا سلام عليك، يا سلام عليك الشحن العنيف بريق الحمام. او ماي جاد، جو بركان، حتى ده طلع لي دايما. لا شباب خلاص، عرفنا ابو المكينة معلم، يعني تعرف يعني وضع باللوز، جبناه كرييتور، يعني جبنا هذا ما كان عندنا اياه، جبناه يا شباب وجبنا هذا كمان، هذا هو كل شيء معلم، شيء باللوز. حلو حلو حلو. الان شباب طول بالكم، الان الوقت اللي لازم نروح. اوكي اطلع من هون، حلو لك اوكي، خلينا ندخل هون حبيبي على الاسلحه، ندخل على المتجر الاسلحه باللوز والشوتجن. فهون الشوتجن شباب يعتبر بالنسبه لي اول شوتجن موجود، يمكن اول سكين شوتجن هذا والله ما اعرف يا جماعه، هذا الشوتجن ترى تو بالك يمكن اول سكين
قولي سرعة ودقة معلم. يا سلام عليك ها عن جد. هذا شو حتى هذا كمان؟ لا والله في هذا فيه ضرر، هذا في واحد ضرر اثنين تك تك ضرر ومدى، هذا فيه ضرر مدى، هذا حلو. هذا عندنا المدى ومخزن ذخيرة. نتخلي هذا معلم معنا، خلي هذا معنا يا جماعة، استخدم هذا حلو باللوز. وتعالوا نطلع التدريب ونجرب هذا السلاح معلم وكيف الوضع راح يكون باللوز ولا شلون. شباب حبيت اجربه بالجيم بس ولكن يعني صعب كثير تعرف يعني لما تشوفه معلم عبيب. والله ندخل ناخذ ال 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 شو اسمه اول شيء يا جماعه ناخذ هذا ان شاء الله يكون في حدا معلم. طبعا انا عندي سبح الله عندي ساعات صباح بكير اوكي. هذا مو بيزون، بيزون شو يا زلمه؟ الشحن العنيف يا معلم، الشحن العنيف شحنه شحن معلم حبيبي والله. قول لي ايه باللوز تشوف بام والله سريع، والله سريع معلم عن جد سريع. لاحظت عليه لاحظت عليه على الطلقات تبعته. ثواني شوي انا بتحمي معلم. بتشوي اللاعب شوي، بتشوي اللاعب شوي. اطلعوا له. السلام عليكم يا لم طيب. والله تعال يا شباب الصراحة انا يعني انا شخصيا ما اعرف شو داخلكم، ما اعرف اذا بلاحظ بالريت كنت تلعب بشوف الناس عم تلعب هذا السلاح. جاب هذا المدى تبعه بلوز بام بام. نجرب ابلع ابلع روح الشوط. هذا في مدى، هذا في مدى. حمي حمي قول سرقوا. تعالوا تعالوا نحمي معلم نشوف وضع. ابلع اي 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 يا جماعه. انا الصراحه ما متعود ابدا العب هذا السلاح بس يعني متعود عليه معلم يعني عن جد بفزعوا فيه. لل 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 يا جدك هيا نجم شوفوا لا في ملاحظ. طب انا العب عليه بوان تاب معلم هيك. والله ترى في دماج ها يعني وهينا السلاح. قول لي معلم هذاك وسخ شوف هبط. والله جيجي والله تمام فيه مدى حلو هذا. والله كمان البيستول باللوز يا منتوف صراحه. حبايبنا ما بعرف شو بدي اقول لكم، انا الصراحه ماني متعود على هذا السلاح بس يعني نحاول نلعب على الوطن هذا السلاح. شباب هذا السلاح متعه وان تاب يا جماعه، متعه وان تاب. هذا السلاح لازم دائما تكون عندك كفر، تاخذ كفر مثلا شي مكان هيك تضرب هيك كذا هيك تضرب هيك يعني كويس كثير لك الامور يعني شيء مرتب. يعني مثال على سبيل المثال بتحط ثلج معلم وبتعمل بتحمي يعني مرات تجي بتحمي السلاح شوي بتحمي على الاخير ترى تشوي اللاعب شوي اوكي. حبايبي الكرام الله يسعد ليكم. هيك بكون تم مقطعنا للان. اعطونا رايكم بالتعليقات شو رايكم بهذا هذا السلاح. بس وقت شباب اليوم يا شباب باذن الله تعالى شبنا حنعمل بلش المسابقه اوكي الموجوده على الانستغرام. حنحرق واحد من الكريم من احد المتابعين يدخل على الانستغرام عليكم شخطه جيمنج. وبالتوفيق للجميع ويومكم سعيد.